مرحبا بكم أيها الإخوان مرة أخرى في قناة كويرية في الذاكرة. مرة أخرى غادي ننزلوا لمدينة الزهور، مدينة المحمدية، مدينة النجوم، فراس وعسيلة والحسين ديال الاتحاد المحمدية وقلاواو والإخوان ميغيل وغيرهم، باش غادي نتكلموا على واحد النجم اللي كان بدا في شباب المحمدية كحارس مرمى، ثم انتقل ولا مهاجم أيمن، وانتقل من شباب المحمدية لفريق الاتحاد المحمدية، ومن الاتحاد المحمدية جلبوا فريق الرجاء البيضاوي. وهذا اللاعب هذا كان اشتهر بالنجم ديال الربع ساعة الأخيرة من المقابلة اللي كان كيجري فريق الرجاء البيضاوي، خصوصا سنة 1989 من اللي حصل على كأس عصبة الأبطال رفقة المدرب الجزائري رابح سعدان. يحكى أن ولد مو كما قلت بدأ حارس مرمى في شي فراق في المحمدية قبل ما يجي لشباب المحمدية، وجا لشباب المحمدية وشاف فيه المدرب المرحوم الكفء عبد القادر الخميري بأنه حارس ثاني لطه الرعد رحمه الله، ولكن وهو كيجلس على كرسي الاحتياط فولد مو ما كانش كيقبل حراسة المرمى، كان باغي يدخل كمهاجم أيمن، والحدس ديالو كان موفق، لان يحكى في ان في احدى المقابلات ان ولد مدخل كحارس احتياطي في فريق شباب المحمدية، ولكن ما كانش باغي حراسة المرمى، الشيء اللي قلق عبد القادر الخميري ملي سمعوا باغي ما باغيش حراسة المرمى، باغي يدخل يلعب كمهاجم، ولكن جات واحد المقابلة ودخل ولد مو كمهاجم أيمن وبدأ فيها وتشهر فيها، ومن ثم غير المدرب الكف المرحوم عبد القادر الخميري الرأي ديالو، ولا كيدفع بولد مو كمهاجم أيمن. وملي قضى ولد مو سنوات مع فريق شباب المحمدية انتقل إلى الغريم الاتحاد المحمدية وكمل على المشوار ديالو كمهاجم أيمن من الطراز الرفيع، كان كيقضي الغراض، مما دفع فريق الرجاء البيضاوي باش يستنجد به في الثمانينات، وكان هو بطل سنة 1989، وكان رابح سعدان استعمل الذكاء ديالو، وكان كيخلي ولد مو حتى الربع ساعة الأخرى، وكان كيدخلو وكان كيقضي الغراض، وكان الجماهير الرجوية كانت كتدخل للمركب محمد الخامس باش تشجع الفريق ديالها، وكانوا عارفين الخطه ديال رابح سعدان، كان كيخلي ولد محتر ربع ساعه الاخرى وكيدخلو كان كيقضي الغراض، وكانت سبحان الله العظيم هذيك الربع ساعه الاخيره كيقضي كيتخلق فيها واحد التجاوب ما بين ولد مو والجماهير الرجويه بتشجيعاته، وكان رابح سعدان كما قلت ذكي، كان كيخلي الدفاعات الافريقيه حتى كتنهك مع الهجومات ديال فريق الرجاء البيضاوي، وكتبقى ديك ربع ساعه الاخرى كيف ما كانت النتيجه، بالخصوص إلا كانت النتيجة سلبية، فكان كيدخل ولد مو هذيك ربع ساعة الأخرى وكان كيقضي الغراض، وكان كيلعب كمهاجم أيمن، وكان كيسجل إصابات، وشحال من إصابة كانت جات في الدقائق الأخرى من المقابلة، وكان البطل ديالها هو ولد مو. ولد مو اللي ساهم كثير في تتويج الرجاء البيضاوي بكأس عصبة الأبطال سنة 1989، وكان له كان هو الحظ، كان هو النصيب الأكبر، كان ليه النصيب الأكبر فيما حققه فريق الرجاء البيضاوي. فعلا ما بقيناش كنشوفوا هاد بحال هاد اللاعبين هادو ديال ربع ساعة الأخرى، ودابا شحال من اللاعب مثلا كيدخل منفخ ما كيبغيش المدرب يخليه في كرسي الاحتياط، فولد مو اللي كانت عنده أخلاق عالية وكان كيستجب لرغبات المدربين، وكان كينصت النصائح، وكان كيدخل كاحتياطي فريق الرجاء البيضاوي بالرغم انه نجم كبير، وديك ربع ساعه الاخرى كان كيقضي فيها الغراض، وكان كينطبق عليهم المليح باع وراح، وكان تجاوب كبير بين الجمهور الرجاوي والبيضاوي ولد مو، واللي كنتمنوا ليه توا بدورنا وبدوره توا كنتمنوا ليه مسيره موفقه في التدريب، ونشوفه ان شاء الله في شي فريق سواء القسم الوطني الثاني او الاول، وحظ موفق لولد مو اللي أمتع الجماهير.